من أي عنصر من عناصر الدعوة إلا إذا كان هذا العنصر مستمداً من إجراء باطل قانوني. هذا الدفاع وللمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ، ولواجب الدفاع أن يتناول ظروف الدعوة وأحرافها. ذلك أن المقطوع في قضاء المحكمة والمقطوع شوطاً كبيراً في إجراءات تحكم الدفاع على الوجه الأمثل، لكن هذه الورقة محضر التحري أسرع عن اسم المحكمة. ودائماً نسأل السؤال: الباب اللي دخل به المحكمة وكيف تم كشف هذه الجريمة على نسوة وفيها مدعو المدرسية؟ توصلت إلى أن ارتكاب تلك الواقعة المدعو إبراهيم محمد الغدير 28 سنة مبرد مدرس، وهذا ما توصل